يلا تفضلوا يا عشرة، تفضلوا عشرة، جاهزين؟ يلا هون أربعة. يا ابو احمد البان الفضي تبع مين؟ شنو البان الفضي لمين؟ يلا يلا ايه؟ العملية هي توفيق من الله. العملية تمت خلال مدة شهرين من 8/12. نحن كتبنا عقد بين الفصائل الساحل وكان لهم ثقة بنا، فقمنا بالعمل مدة شهرين. الله مكننا من إخراج 54 امرأة وطفل من الطائفة، وبالمقابل نحن طالعنا 54 امرأة طفل. فاللي صار انه تكلت الجهود بالنجاح بعد يعني مدة 60 يوم، وهذا فضل من الله عز وجل. الضامن هي المؤسسة العامة لشؤون الأسرى من جهة الفصائل، ونحن عم نتفاوض مع وفد للنظام، واول مره احنا بنلاقي انه في مصداقيه بالعمل. يعني الاسيرات ما حين والله في منهم شخصيات، بس والله لا تحضرني الذاكره، انا صلي 4-5 ايام انا ماني، لكن اللي بعرفه انا عائله الشربجي، عائله العبار، في عندنا عائله الجابر والسويد، في عندنا كندا عمود وجمان النحاس، في سماح النداف، وفي عايش الدركوش وفاطمه حسن شامي، وفي مؤمنه محمد سراجي وسلمى الحو وعايد الباشا. يعني ذو شخصيات اهلهم كوادر واهلهم إلهم يعني بصمه بالثوره، نسال الله الافراج للجميع. اللي موجود لدى الفصائل يمكن مدته شيء 3 سنوات، عندنا هون في ناس 3 سنوات، وفي ناس 4، وفي ناس 5، وفي ناس شهرين، وفي ناس شهر. هذا اللي الله مكننا وقدرنا انه ناتي بهذا الامر. والله ان شاء الله نسال الله انه يكون بالاشهر القادمه ان شاء الله دفعه 2-3-4. المؤسسه تمتلك كثير يعني ملفات، والمؤسسه هي مدنيه. يعني ما هي المؤسسه؟ حدث عن المؤسسه. المؤسسه مدنيه تعنى بشؤون الاسرى. المؤسسه شكلت من شباب وناشطين حقوقيين. والله الفصائل اللي زودنا بالأسرة هي غرفة عملية سلمى، شباب الساحل وأحرار الشام، والجزء الأكبر كان هيئة تحرير الشام، يعني لهم تقريبا بدوار 45% من الملف. نشكر نحن الكل اللي شاركوا حقيقة، ما حد قصر معنا، والكل يعني حاول انه ينجح العمل. من هي الشخصيات المفرج عنها؟ منين تقصد؟ من عند النظام. يعني والله عندنا الورقة موجودة هون، لكن ان شاء الله تعالى اذا في مجال نحن نعدد لكم اياها هون، لانه ماني مو حاضر بذهني، لكن في شخصيات مليح يعني آل عبار وآل شربجي موجودين عندنا ما شاء الله، وفي شخصيات كثيرة يعني عندنا 55 اسم، بس ما حاطين الذاكرة لانه انا صلي 5 ايام مواصل ليل نهار لحتى تم الامر. العدد اعطينا للطائفه 54 ونحن استلمنا 55.
حسنا وجود سيارات الهلال الاحمر، هل في آلية تنسيق بينكم؟ والله مو نحن اللي بيننا وبينه، نحن لنا ثقة بالجميع بالنسبة للناس اللي بدأتوا، لأنه نحن الزبدة وصلت، فما بقى نهتم بالتفاصيل الجزئية. مؤسسة إنسانية مدنية صرفي، لكن نحن بالنسبة للفصائل على مسافة واحدة مع الجميع، من يريد أن يقدم ملفاته لنا فيا مرحبا، ومن لم يريد فهو بالخيار، لكن نسأل الله يعني أنه نجتمع الكل على ملف موحد ونحلحل الأمور الأسرع يعني. لأول مرة نلمس أنه الطرف الثاني حابب يشتغل على الملف، نكون صادقين، أول يعني يكون في شد وجذب وأخذ وعطاء، لكن المدة كانت قياسية، لمسوا صدق منا ونحن كمان لمسنا صدق منهم بالتعامل يعني، والتعامل وشفت عندكم على أرض الواقع نحن العملية التامة بنجاح وبسلاسة إن شاء الله.